مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الحدث اللي كان خصوه لمناقشة واحد المجموعة ديال المستجدات الوطنية والدولية في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية وكذلك الثقافية. اليوم حلقتنا اليوم جات بتزامن مع واحد المجموعة ديال المناورات التحريضية التي يقوم بها يعني أعداء الوطن الجزائريين والانفصالي البوليساريو في أمريكا اللاتينية وخصوصا بالبرازيل. ولمناقشة هذه المواضيع ومواضيع أخرى ذات علاقة وذات صلة وكذلك العلاقات البرازيلية المغربية، معنا أبو شعيب سفير رئيس غرفة الصناعة والتجارة المغربية البرازيلية وكذلك رئيس منتدب لجمعية الصحراء بيتنا للدبلوماسية الموازية. أستاذ سفير مرحبا بك. أهلا وسهلا. إذن بداية سي سفير، الجزائر والبوليساريو كيقوموا بواحد المجموعة ديال المناورات التحريضية ضد الوحدة الترابية وضد المغرب أيضا في أمريكا اللاتينية خصوصا بالبرازيل، يعني بخصوص يعني تجربتك في البرازيل وكفاعل جمعوي في الدبلوماسية الموازية وكذلك رئيس غرفة الصناعة والتجارة المغربية البرازيلية، حدثنا عن آليات هذه المناورات التي يعني هذه الآليات التي تعتمد عليها هذه الجهات في لأجل التحريض على المغرب ووحدته الترابية في البرازيل. مساء الخير. طبعا لحساسية هذا الموضوع ولأهمية دولة جمهورية البرازيل الفيدرالية في الخريطة السياسية الدولية العالمية كقوة صاعدة وكدولة ذات حساسية أو وكدولة وشعب ذات حساسية في مجال ما يتعلق بحقوق الإنسان، فينهج حيث ينهج أعداء الوحدة أساليب متعددة لإثارة بعض الأطروحات المغلوطة حول النزاع المفتحل بالصحراء المغربية. من هذه الأمور أنهم يروجون لمسألة حقوق الإنسان والخروقات التي تتم والتي تتم واستغلال المملكة المغربية للخيرات الصحراء ومحاولة زعزعة بعض المفاهيم الخاصة بالنزاع الصحراء. فما لاحظناه هو أن السياسيين والمسؤولين والفاعلين الجمعويين البرازيليين ليس لهم دراية تامة بالنزاع الصحراء في الصحراء المغربية وبما تدعيه البوليزاريو، فلذلك هم يستمعون لوجهة النظر ويميلون شيئا فشيئا للنظرة البوليزاريو. فأساليبهم تتم كالآتي: زيارة بعض المؤسسات وخاصة المؤسسات الحقوقية وبعض الأحزاب اليسارية وبعض الجمعيات وبعض الفاعلين الجمعويين وتأكيدهم على أنهم يعانون في إطار ما يتعلق بخروقات حقوق الإنسان. فهذه هي الأساليب تبعهم التي ينهجونها. ولا ننسى كذلك الدعم التام والكامل للسفارة الجزائرية بجمهورية البرازيل الفيدرالية وبأمريكا اللاتينية ككل، فيتلقى تحرك أعداء وحدة ترابية كل الدعم اللوجستيكي والمعنوي والمادي من سفارات هذا البلد الأجار للأسف. سبق لكم دخلتوا واحد المعركة في إطار هذه المناورات وهذه المناوشات التي قاموا بها أعداء الوحدة الترابية وأعداء المغرب في البرازيل، وكانت كان الشوف تي في سبق أنها يعني تنشر هذه الواقعة هذه، وكان يعني بتنسيق مع السفارة يعني سفارة المملكة وكذلك جمعيات المجتمع الفعالية المجتمع المدني كانت تنشط في إطار الدبلوماسية الموازية، وكانت معركة يعني انهزم فيها أعداء الوطن. ممكن تحدث لنا على هذه المعركة؟ تماما كانت لنا مواجهات عديدة مع أعداء الوحدة الترابية وما يمثلونهم والجمهورية المزعومة في العديد من اللقاءات والعديد من 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 التظاهرات، خاصة التظاهرات التي تنظم دعما للشعب الفلسطيني أو دعما لبعض الحقوق الشعوب الأخرى، يتم استثمارها
يعني لنصر الأطروحة الانفصالية. تماما، هذه هي استراتيجية التي يعتمدون عليها، أنهم دائما يربطون بين القضية الفلسطينية وقضية بعض الشعوب الأخرى العربية والإسلامية في قضية الصحراء المغربية. فكان لنا مواجهات عديدة معهم، سواء في البرلمان المحلي أو البرلمان الولائي أو البرلمان الفيدرالي، وكان أهمها في يوم 29 شهر أبريل 2014 بدعوة كريمة من سفير صاحب الجلالة الأستاذ العربي مخارق، الذي دعانا للمشاركة في جلسة استماع بالبرلمان الفيدرالي البرازيلي، طلبها ممثل البوليساريو، ممثلهم بالمنطقة ووزير خارجيتهم المزعوم، حيث طلبوا جلسة استماع، وهي جلسة قانونية عقدتها لجنة حقوق الإنسان. هذه المناورة كان الهدف منها، على حسب زعمهم، بت شكواهم ومحاولة استمالة بعض الجهات التي تميل إلى، سواء من أحزاب أو جمعيات أو مؤسسات المجتمع المدني. فعلا لبينا دعوة سفير صاحب الجلالة في شخصي، ممثلا لغرفة التجارة والصناعة المغربية البرازيلية، ورئيسا منتدبا لجمعية الصحراء بيتنا للدبلوماسية الشعبية الاستباقية، برفقة أخي وصديقي الفاعل الجمعوي الأستاذ عبد الرزاق نسيب. فعلا قدم لنا وهيئ لنا السيد السفير كل الظروف اللوجستيكية والمادية، حتى وصلنا إلى السفارة. من هناك سهرنا الليل كله في ترتيب الأوراق، في ترتيب ملف خاص بتنسيق مع السفير صاحب الجلالة، بترتيب ملف خاص بقضية الصحراء وتطوراتها وموقف المملكة المغربية. هذا الملف الذي قدمناه ووزعناه على كل المشاركين، وكان المشاركون أغلبهم دبلوماسيون وأغلبهم فاعلون جمعويون وبعض الأحزاب، كما حرصنا على ارتداء الزي الصحراوي المغربي اللي هي الدراعية. أنا ارتديت دراعية زرقاء، وأخي ارتدى، صديقي ارتدى زي دراعية بيضاء. دخلنا إلى 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 قاعة الاجتماع، فأسقط في أيدي ممثلي البوليساريو، لأنهم ظنوا أن الجو خللهم وسيخرجون بانتصارات عظيمة. لكن انتزعنا كلمة للسيد السفير الذي شارك بقوة وركز على تورط النظام الجزائري في هذا الصراع المفتعل، كما ركزنا نحن كجمعيات المجتمع المدني على ارتباط أهل الصحراء وارتباط الصحراء بالمملكة المغربية، وارتباط أهل الصحراء عبر التاريخ وعبر التاريخ على مر التاريخ بالعرش العلوي المجيد. كما امتدحنا التجربة البرازيلية الفتية، الديمقراطية الفتية التي تستمع إلى كل الجهات، وفعلا كانت نكسة كبيرة لهم، حيث لم تنجح خطتهم هذه المرة، ورغم محاولاتهم الأكيدة، لكن جميع البرلمانيين وجميع من شارك هناك أكد على أنها مجرد جلسة استماع، لا تلزم الحكومة البرازيلية أي شيء من ناحية الانفصاليين ومن ناحية أعداء وحدة الترابي. غادي نخرجوا من هذا الموضوع شوية أستاذ سفير، غادي نمشيو للعلاقات المغربية البرازيلية، خصوصا من الجانب الاقتصادي، بصفتكم كرئيس غرفة الصناعة والتجارة اللي تأسست سنة 2007، كيفاش كتشوفوا العلاقات المغربية البرازيلية؟ واش كاين نمو بالخصوص في الجانب الاقتصادي؟ غادي نأكدوا على الجانب الاقتصادي، واش كاين نمو، كاين تحرك، يعني كاين مستقبل لهذه العلاقة انها تطور لما هو اكثر، يعني اللي غادي يرجع من نفع الدولتين. اولا وقبل كل شيء، كمغربي من مغاربة العالم، قضيت بهذا البلد القارة مدة 20 سنة. هذا البلد الذي له علاقات وطيدة ضاربة في التاريخ بالمملكة المغربية، حيث أنه
مثبت في الوثائق التاريخية بداية التبادل الدبلوماسي بين المملكة المغربية والبرازيل بداية نهاية القرن التاسع عشر في عهد المولى سليمان. كما أن المغرب المملكة المغربية من الدول الأولى التي اعترفت باستقلال الجمهورية البرازيلية عن التاج الإيبيري عن الإمبراطورية الإيبيرية. لكن للأسف هذا المستوى من العلاقات والمستوى من العلاقات التاريخية لا ترقى إلى مستوى في المجال الصناعي والتجاري والسياحي والثقافي كبداية. لكن بحمد الله وتوفيقه ركزنا واشتغلنا مع 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 سفارة المملكة ومع بعض المؤسسات الرسمية البرازيلية والمغربية على تقوية هذه العلاقات، فنرى بأن العلاقات المغربية البرازيلية في نمو مضطرد، ونرى بأنها دخلت بابا واسعا، ولا أدل على ذلك من حضور ما يزيد على 700 رجل أعمال ومسؤول في اللقاء الثنائي الذي جمعهم بنظرائهم المغاربة يوم 24 نوفمبر 2014. وقد صاحبت وقد رافقت هذا الوفد من مدينة ساو باولو إلى مدينة مراكش، وذلك بالتنسيق مع سفير صاحب الجلالة، وعقدت اتفاقيات وتمت مناقشة عديد من الأمور، وحضر العديد من وزراء الحكومة الذين أدركوا بأن الجانب الاقتصادي هو باب من أبواب توطيد العلاقات لدعم جمهورية البرازيل الفيدرالية لقضايا المملكة وخصوصا القضية الوحدة الوطنية. وهذا ما نرى تركيز جلالة الملك حفظه الله ونصره في دخول أفريقيا. لذلك نريد على الجانب الاقتصادي للدخول إلى أفريقيا. نعم نرغب في أن يكون نفس التجربة في أمريكا اللاتينية. لذلك استلهاما من الزيارة الملكية الكريمة سنة 2004 والذي تشرفت، كنت من الناس الذين شاركوا في استقبال جلالة الملك، التمسنا منه حرص جلالته على تنويع مصادر العلاقات التجارية والاقتصادية، لأن العلاقات التجارية والاقتصادية تخدم العلاقات السياسية وخاصة في القضايا الوطنية. لذلك أسسنا غرفة التجارة والصناعة المغربية البرازيلية سنة 2007. وإلا سمحت لي أستاذ، كاين واحد النقطة مهمة في هذا الاتجاه هذا، لكون أن غالب يعني حكومات يعني دول أمريكا اللاتينية فيها يعني حكم اشتراكي يساري، وهذا ما تعتمد عليه البوليساريو والجزائر للدخول إلى أمريكا اللاتينية ونصر الفكر الانفصالي ومناوراتها وتشويشها وتحريضها على وحدة الترابية للمملكة. فعلا هذه نقطة مهمة. جل دول أمريكا اللاتينية هي دول يا إما يسارية راديكالية أو يسارية وسطية، فبحكم القرب الإيديولوجي للانفصاليين فهم يؤكدون على هذا الجانب ويركزون عليه. لكن ميزة النظام البرازيلي رغم كونه نظاما اشتراكيا ولكنه نظام ديمقراطي، نظام ديمقراطية فتية مبنية على مؤسسات دستورية من برلمان ومجلس الشيوخ ورئاسة الحكومة ومجلس الأعلى للقضاء. فلذلك البرازيل لا تتورط في مواجهات مباشرة مع كل الدول، بل الحكومة البرازيلية والنظام البرازيلي سواء حكمه اليسار أو اليمين فهو نظام يساهم في استقرار منطقة أمريكا اللاتينية والعالم كله. وبحكم صعود السياسي
والاقتصادي كقوة اقتصادية لجمهورية البرازيل فلها دور في استتباب الأمن والسلام والسلم والمشاركة في حل النزاعات السياسية العالمية بطرق سلمية، بطرق دبلوماسية، بطرق تحفظ للجميع الأطراف حقوقها، يعني حيادية تماما. لذلك نركزنا ونركز على أنه بتوثيقنا للعلاقات المغربية البرازيلية فسنربح حليفا مهما في منطقة أمريكا اللاتينية. يعني بالحديث عن العلاقات المغربية البرازيلية أستاذ سافر، غادي نتحدثوا على الجالية المغربية بالبرازيل، كيفاش كتعيش هذه الجالية المغربية بالبرازيل، واش كاين معاناة، كيفاش يعني الصعوبات اللي كتوجدها في دولة البرازيل عموما؟ أولا وقبل كل شيء أنا كنمثل نفسي كمغربي من مغاربة العالم، نعتمد على ذواتنا وأنفسنا ونحاول أن نشق طريق النجاح في بلدان الاستقبال للأسف، بدون دعم ولا رعاية ولا مساعدة ولا متابعة ولا اعتراف من الجهات الرسمية التي تدعي خدمة مغاربة العالم. الجالية المغربية بجمهورية البرازيل وبأمريكا اللاتينية ككل هي جالية قليلة العدد، ضعيفة الإمكانيات. لماذا؟ لأن المغاربة لم يعتادوا أن يستقروا بدول أمريكا اللاتينية نظرا للظروف الاقتصادية واللغوية والبعد الجغرافي إلى آخره. لكن أخيرا يتوافد خاصة على البرازيل التي نظن أن العدد الجالية المغربية بها عدد لا بأس به، وأهم جالية مغربية موجودة بأمريكا اللاتينية هي الجالية الموجودة بجمهورية البرازيل، يتراوح العدد الرسمي ما إلى ألف شخص، إلى ألف مهاجر وألف مغربي، ولكن نظن أن العدد يمكن أن يضاعف إلى مرة أو مرتين. هذه الجالية طبعا أغلبهم تجار، واغلبهم بعض الموظفين او مساعدي في مجال تجاري، وبعض الاسر القليله المكونه من اب وام مغربيه. للاسف لدينا مشاكل كثيره، وخاصه في بالنسبه للسجينات المغربيات التي غرر بهن من طرف المافيا المخدرات، مافيا الافريقيه المخدرات. وقد زرت شخصيا العديد منهم بالسجون البرازيلية للأسف. هناك بعض المغاربة كذلك الذين لا يجدون عملا أو لا يجدون مهنة أو حرفة، ويعتمدون فقط على العمل كأجراء والعمل كأجير. هذا لا يمكن أن يعيش به الإنسان في بلد يعتبر غلاء المعيشة سمة فيه. كذلك بعد السفارة المغربية عن المدينة التي هي أكثر تمركزا يتمركز فيها المغاربة، وهي مدينة ساو باولو، حيث يكون هناك مشكل تجديد الأوراق، مشكل توجيد الجواز السفر، مشكل إذا توفى شخص. منذ أن وطئنا ذلك البلد، والحمد لله نحن في تنسيق تام مع سفراء صاحب الجلالة ومع القنصليات الفخرية الموجودة بباقي الولايات، فنقدم الدعم ونقدم المساعدة ونقدم الدعم المعنوي للوافدين الجدد والقدامى. بل إن سفراء صاحب الجلالة يعتمدوننا كممثلين للمملكة وللسفارة في بعض التظاهرات السياسية والثقافية والسياحية والاقتصادية، ونستقبل العديد من رجال الأعمال والمسؤولين خصوصا بمدينة ساو باولو وما حولها، ونشارك كذلك في اللقاءات الرسمية بالتنسيق مع سفارة المملكة. لكن نقولها، سفير صاحب الجلالة الأستاذ العربي مخارق يبذل جهودا وجل العاملين بالسفارة المغربية لمساعدة مغاربة العالم، لكن يظل المسؤولية كبيرة على المؤسسات الأخرى كمجلس الجالية والوزارة المكلفة بالمهاجرين المقيمين بالخارج ومؤسسة الحسن الثاني. كل هذه المؤسسات التي أراد لها صاحب الجلالة أن تكون في خدمة للجالية المغربية، لأن المغاربة أو مغاربة العالم ليسوا
فقط وسيلة لجلب العلمة الصعبة، بل إنهم يمكن أن يفيدوا بلدهم في القضايا المصيرية مثل قضية الوحدة الوطنية، ويمكن أن يساهموا كما أراد لذلك صاحب الجلالة نصره الله أن يساهموا في دعم التنبية في بالمملكة المغربية. هنا سي سفير كيجرنا الحديث للعلاقة ديالكم مع الحكومة كفعاليات المجتمع المدني اللي كتنشط في المجال الدبلوماسية الموازية، كتقوموا بواحد مجموعة ديال الأنشطة، يعني كيفاش هي العلاقة ديالكم مع الحكومة؟ واش كاين تواصل، كاين تنسيق، كاين تعاون؟ للأسف كما سبق أن أشرت جئت بصفة رسمية بدعوة من وزير الخارجية المغربي لحضور لقاء ريادة الأعمال المنعقد الذي انعقد في يوم 19 إلى 21 نوفمبر بمدينة مراكش. جئت رفقة بالتنسيق مع سفير صاحب الجلالة، جئت رفقة وفد من رجال أعمال يتراوح عددهم 70 رجل أعمال ومسؤولا برازيليا، وشاركنا وقدمنا الدعم اللوجيستيكي للوفد الكبير المشارك في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، والوفد البرازيلي كان من أكبر المنتديات. جئنا بصفة رسمية، فبعد ما انتهت هذه اللقاءات وقدمنا طلبا رسميا عن طريق سفير صاحب الجلالة لنستقبل من في بعض المسؤولين في بعض المؤسسات، وذلك عن طريق المديرية التابعة لوزارة الخارجية، لم نستقبل إلا من طرف موظف أو موظفين، موظف من 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 من, من, من وزارة المكلفة بالمهاجرين بالجالية، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بل إن المسؤولة التي كان من المفروض أن تستقبلنا اعتذرت واستقبلتنا عوض عنها موظفة أخرى. لذلك أرى وللأسف أننا بأمريكا اللاتينية كمغاربة نعاني التعتيم ونعاني التهميش ونعاني الإبعاد، فنحن لا نريد شيئا إلا نريد إلا دعما، ولا نريد إلا حقوقا، ولا نريد إلا متابعة، ولا نريد إلا أن يكون هنالك تواصل بيننا، فما يمكن أن نقدمه لبلدنا يمكن أن يكون أكثر مما نقدمه الآن. كما لدينا أبناء وأطفال يحتاجون إلى التعليم النظام المغربي يحتاج إلى المشاركة في 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 بعض التظاهرات الصيفية، المشاركة في بعض الأنشطة هنا ببلدهم الأصل. لقد وعد رئيس مجلس الجالية بذلك، ولكن للأسف تواصلنا معه وبعثنا له رسائل رسمية وعقدنا معه لقاء حرصنا على أن يكون رسميا، وكتبنا في محضر في ذلك، ولحد الآن لم نتوصل بجواب. التواصل الوحيد الكبير والذي أهيب به الآن هو تواصلنا مع سفير صاحب الجلالة الأستاذ العربي مخارق. إذن إلى هنا كتنتهي حلقتنا اليوم من برنامجكم مع الحدث. كنشكروا الضيف ديالنا أبو شحيب سفير رئيس غرفة التجارة والصناعة المغربية البرازيلية والرئيس المنتدب لدى الجمعية المغربية للصحراء بيتنا للدبلوماسية الموازية. وأنا بدوري كنشكر القناة شوف تي في، وكنشكر جميع العاملين فيها، وكنشكرك سي مصطفى كثير الشكر. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام القناة بمغاربة العالم واهتمامها بتحركاتهم في بلدان الاستقبال. كنتمنى لكم حظ سعيد، وكنتمنى لكم التوفيق، وكنتمنى لكم مزيدا من التألق. بالمناسبة سي سفير، هذه الحلقة الثانية ديال البرنامج اللي كنهتموا فيها بمغاربة العالم. شكرا مرة أخرى سي سفير. إلى هنا كتنتهي حلقتنا اليوم من برنامجكم مع الحدث، وكنضربوا لكم مواعيد متجددة في مواضيع متجددة طبعا تتجدد على الساحة في مجالات مختلفة سياسية اقتصادية وثقافية واجتماعية. إلى اللقاء.